تستأنف إيران أو النظام الإيراني يستأنف استهداف المعارضة في الخارج بالطرق المختلفة. اليوم عمليات الخطف والهجمات السيبرانية على المعارضين في الخارج في كندا والسويد وغيرها وفي الولايات المتحدة الأمريكية لكل الإيرانيين المعارضين، هناك حملة واسعة تقوم بها إيران. هل هي هذه المناورة التالية للضغط على واشنطن في قصة الملف النووي؟ وصلنا إلى ملف المعارضة. نعم، وللضغط أيضا على أوروبا، خاصة وأن أغلب رموز المعارضة الإيرانية يتواجدون في عدد كبير جدا من الدول الأوروبية، وبالتالي أي محاولة من الجانب الإيراني سواء كانت من الحرس الثوري أو غيرها من الأجهزة أو الاستخباراتية الإيرانية ل يعني اغتيال عدد من رموز المعارضة تعتبرها الدول الأوروبية بأنها انتهاك لسيادتها، وبالتالي تندد بها، وبالتالي يكون ذلك الأمر شيء سلبي جدا في السمعة الإيرانية خاصة، وسمعة الرئيس الإيراني الجديد يعني سمعة سيئة، خاصة وأنه كان مشتركا كما يعرف الجميع في لجنة الموت التي أمرت بإعدام أو التي حكمت بإعدام آلاف المواطنين في فترة الثمانينات من القرن الماضي.